خد عبد الغفار على خلفية قمة الصحة النهاردة اللي كانت تستضيفها مصر في أفريقيا بحضور طبعا السيد الرئيس، كلمات كتير وحديث كتير. وكان من الحاجات اللي الناس علقت عليها جدا على السوشيال ميديا هي تصريحات دكتور خالد عبد الغفار، وهو بيقول ان هم سألوا الشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي على مجموعة من الأسئلة ليها علاقة بتقييم الوضع الصحي في مصر، تحديات الصحة في مصر. فيعني انا صراحة اندهشت شوية يا كريم، اندهشت شويه، لانه الذكاء الاصطناعي هو مش يعني هو شات جي بي تي تحديدا مش هيديك حلول. ولما تساليه تقولي له ايه هي اهم تحديات وزاره الصحه او الصحه في مصر، هو مش هيخش يعبقر من دماغه. وبعدين احنا ما عندناش هذه الدراسات معلنه على التحديات والازمات. دراسات يا كريمه، هو بيعمل ايه؟ هو اول ما بتساليه ايه تحديات بيدخل على الانترنت يدور بالزبط على كل المصادر اللي بتتكلم صحيح على التحديات اللي بالزبط بتجيبها. بالزبط. المفترض اصلا وزاره الصحه هي منشا هذه الدراسات، مش الشات جي بي تي او اي دراسه بتقام في هذه الجزئيه يكون عندهم نسخه منها. لو مش هم اللي عملوها، على الاقل الجهات اللي بتعملها بتبعت لهم نسخ علشان امكانيه التطوير. يعني بوزاره الصحه ودكتور خالد عبد الغفار ان هو يعني يحط الذكاء الاصطناعي في جمله مفيده بدون ما يكون ليه فعلا اثر ومردود قوي جدا على الملف الصحه. طبعا في تطبيقات كتيره جدا للصحه طبعا وفي مجال الذكاء الاصطناعي، لكن لحد الآن شات جي بي تي يعني مش هو ده المنطقة اللي احنا نتكلم فيها.